اهلا بكم متابعينا الكرام. النهارده حابب اشارك معاكم اليوم اللي احنا بننقل فيه وبنظبط الورشه ان شاء الله ربنا يجعلها على فتح خير على الجميع. طبعا الورشه مش ملك يعني ربنا. حد سامعنا يا شباب؟ صورة وصوت كويسين ولا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابو احمد ازيك يا ابو احمد؟ كل عام وانتم بخير. والله لسه هو اول يوم اهو ان شاء الله، زي ما انتم شايفين اهو لسه بنظبط المكان. ده المكان اللي احنا هنشتغل فيه ان شاء الله. ده المكان اللي احنا هنشتغل فيه اهو، دي الشقة اللي أنا قلت فيها. نرجع حضراتكم الأجهزة اللي احنا طبعا في كمية كبيرة جدا معانا، لكن مش قادر ايه زي ما انتم شايفين حضراتكم. كل ده كان في المكان اللي أنا كنت شغال فيه. طبعا انا في قطع غيار، دي قطع الغيار اللي بتشغلنا كلها، هي يعني مش كلها لكن الباقي كله لسه تحت، لسه ما طلعتوش، لسه برص. انا اول يوم ان شاء الله النهارده ببتدي ارص في الحاجه، طبعا لسه مطلعها خدت معانا وقت، فانا حبيت اوري حضراتكم المكان زي ما انتم شايفين حضراتكم كده اهو. محمود احمد عباس مبارك عليك، الله يخليك يا حبيبي، كل سنه طيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اياد العامري زي ما انتم شايفين حضراتكم اهو. ده كده دي طبعا الفردة بتاعتنا اللي احنا بنشتغل منها، شاسيهات كلها، كمبيوتر على تلفزيون على حاجات بقى كتيرة من زمان مشغالين فيها، ريسيفرات وكمبيوتر، اجهزة الكمبيوتر والشاشات زي ما انتم شايفين الوضع هنا اهو. ده طبعا مكان، وهنا في الشقة فيها أوضة تانية ان شاء الله، دي بإذن الله لو في دورات ولا حاجة هتبقى معانا ان شاء الله. انا الشقة لسه ما شطبتش كلها يعني، لكن المكان ده مؤقتا. وفي هنا حمام ومطبخ، وهنا طبعا دي الصالة. هنزل مع حضراتكم كده اوريكم الاجهزة اللي معانا تاني. مش عارف الفلاش بتاع الكاميرا بينورش ولا ايه. لسه حضراتكم بنبدا نجهز كده، انا حبيت اشارك معاكم المكان بس كده، لسه بنبدا نجهز طبعا الطلبات وكل ده. والمكان ده مش هيبقى اساسي، المكان ده مؤقتا برضو لفتره، وبعد كده هنبدا نشتغل تاني ان شاء الله في مكان تاني في نفس البيت، لكن تحت البيت ده بتاع صديق ليا، لكن كانه بيتي انا، صديق من اصدقاء العمر يعني. فطبعا موضوع الايجار وانه يغلي عليه ايجار او كده هبقى قاعد مطمن يعني في مكان اكنه بيتي، وربنا يفتحها على الجميع رب العالمين.
كل عام وانتم بخير، ربنا يسهلها للجميع يا رب. طبعا احنا انتهزنا الفرصه، الشهر المبارك اللي احنا فيه ده طبعا كله عبادات والوقت فيه يعني قليل جدا في الشغل، فالواحد انتهز الفرصه ان هو يقدر ايه يعمل ينجز موضوع النقل وكده عشان الوقت. وطبعا حضراتكم بنقعد فتره لحد ما نبدا نشتغل تاني، فطبعا كل ده بياخد معانا وقت، عشان كده انتهزت الفرصه دلوقتي ان انا انقل وانقل حاجتي وكده في الفتره اللي احنا فيها دي، علشان نقدر بعد كده نقدر نشتغل يعني على دخله العيد كده، نبدا نشتغل ان شاء الله وربنا ييسر حل الجميع. ربنا يبارك فيكم جميعا. انا اسف يعني الرسائل بتختفي من قدامي بسرعه، مش عارف ارد على حضراتكم، انا شغال من التليفون. عبد الله، ابو عبد الله، تدخل محل الجديد بطول العمر وصحه وصحه وعافيه، وجزاك الله خير على متقدم المساعدات والجروحات. اشكرك ابو عبد الله، كل سنه وانت طيب، رمضان مبارك عليك وعلى العيله الكريمه، وربنا يحفظك يا رب العالمين. طبعا حضراتكم كده انا لسه ببدا، طبعا المكتب عندي ده اهم حاجه لان ده هو الاساس في الشغل. انتوا شايفينه قدام حضراتكم ده لسه بجهز فيه طبعا، حطيت الباور سبلاي وبقيه العده الامامه كلها هنا معايا 30 عشان ما تتبهدلش معايا. العده اللي انا بشتغل بيها كلها موجوده معايا هنا، يعني ده جهاز تصوير رينج لايت هنستخدمه ان شاء الله، لكن مش عارف استخدمه في المكان التاني، لان شفت حضراتكم الحاجات اللي انتوا شفتها دي كلها وكل الحاجات اللي موجوده دي كانت في اوضه واحده زي ما شفت حضراتكم قبل كده، غير في مجموعه تلفزيونات تحت ماليه اوضه تاني، يعني كنت هوريها لحضراتكم لكن الجو ظلمه تقريبا، مش عارف لو عرفت انزل اوريها لحضراتكم دلوقتي ولا لكم. دي حاجات كلها، كل الطلبات اللي احنا بنشتغل بيها، قطع الغيار، بعض قطع الغيار وبعض الهرد، هرد الشاشات اللي انا مفككها عشان اشتغل منها موجوده معانا هنا، وانا دي اكسسوارات بتاع موبايلات معايا. هنزل اقول لحضراتكم دلوقتي المكان تحت عامل ازاي. طبعا الشقه دور تاني، بص حضراتكم ده كله التلفزيونات دي في حاجات كتيره بس مش باينه، الجو عتمه هنا. كل الشغل ده كله كان فوق، كان معانا هناك في المحل، لكن طبعا انا ما طلعتوش كله، سبت الباقي هنا اهو لحد ما احتاجه. كل ده كان موجود معايا هناك، في اجهزه تانية جوه لكن مش باينه معايا. طبعا اجهزه التلفزيونات طبعا كتيره، فسيبها بقى العزب بطلعه واشتغل منه. الشقه دور تاني اللي هنشتغل فيها مؤقتا ان شاء الله لحد ما نظبط ورش هنا وزي حضراتكم في مكان هنا نظبطه اهو باذن الله، ده هيبقى الورشه بتاعتنا بعد كده، لكن قاعد فوق مؤقتا. هنبدا نظبط هنا كده المنطقه دي كده، والمنطقه اللي معايا دي كده، يعني معايا اوضه ان شاء الله، ودي اوضه تانية معايا مفتوحه ببعضيها، والاوضه الثالثه اللي معايا دي، وهناك كده في الزاويه يبقى في مطبخ وحمام. المنطقه دي كده زي ما انتم شايفينها حضراتكم هتبقى المحل بتاعنا الجديد، لكن هنظبطها الاول. انا قاعد فوق مؤقتا لحد ما اظبط. هنفتح هنا باب مكان الشباك ده وهنبدا نشتغل ان شاء الله، لكن ما نظبط هنا الاول، هنعمل ارضيات ونظبط الكهرباء ونظبط كل حاجه نقدر نظبطها هنا ان شاء الله لحد ما نبدا نشتغل، وبعد كده ربنا يسهل ان شاء الله. ابو احمد دايما ربنا يجعلها فتحه خير عليك يا هندسه، الله يخليك يا ابو احمد، كل سنه طيب. زاروك، مساء الخير، مساء الخير على حضرتك، كل عام بخير. طبعا حضراتكم انا حبيت اعمل معاكم بس مباشر عشان تعرفوا ان شاء الله المكان اللي احنا هنشتغل فيه الجديد ووضع شغلنا، يعني اذا كنا طبعا فيديوهاتها تبقى قليله الفتره دي لحد ما الواحد يبدا ينظم بس كده يومين ثلاثه كده ان شاء الله، ونبدا نرجع لحضراتكم تاني. وبشكر جميع الناس اللي سالت عليا وانا مريض بصراحه، يعني اشكركم جدا جدا وشكرا على دعائكم ليا. الحمد لله ربنا شافاني وبقيت كويس، يعني الموضوع كان خفيف بس ربنا يسلم الحمد لله رب العالمين، وربنا يصلح حالنا جميعا.
زاروك الف مبروك، الله يبارك فيك يا حبيبي، كل سنه وانت طيب. منور المهندس اخوك اياد. ازيك يا استاذ زياد؟ ازيك يا باشمهندس اياد؟ كل سنه وانت طيب حبيبي. حبيبي كل سنه وانت طيب. الله يسلمك، الله يسلمك يا استاذ عبد الله، يسلمك هندسه، كل سنه وانت طيب. الحمد لله كان عندي حساسيه بس في جيوب الانفيه، طبعا كانت عامله له صداع هنا نصفي، استمر فتره لان انا عندي التهابات اساسا، يعني جيوب الانفيه عندي حساسه شويه، يعني التهاباتها بتبقى سريعه. فطبعا قعدت فتره حوالي اسبوع او حاجه تعبان، الحمد لله رب العالمين بعد ما خدت العلاج وكده ربنا سهل والحمد لله بقى كويس يعني. وبشكركم جميعا يعني على الناس اللي سالت عليا في التعليقات. محمود احمد لو عايزين حاجة حضراتكم افكرها لكم هنا مفيش مشكلة، حبيتوا تطلعوا على حاجة ولا حاجة انا معاكم. أبا باشمهندس عبد الله خد بالك لان التهابات الجيوب الانفية بتزيد في جو الحر، واحنا داخلين على موجة حرة لغاية ما انا عارف. والله يا عبد الله ربنا يسترها، والله انا اساسا بعاني من الموضوع من زمان يعني من حوالي سنتين، فانا كده كده يعني بقى الواحد بقى خبره يعني، ما تقلقش ربنا يسترها كله باذن الله يعني، وربنا يشفي الجميع رب العالمين. والجو اساسا متعب يعني، لا انت عارف تتغطى ولا عارف تشغل مروحه ولا عارف يعني تشغل مروحه وتتغطى، ولا عارف الجو برد ولا عارف حر. الحمد لله رب العالمين اللي يجيبه كله كويس يعني، لكن ظروف الجو متقلب يعني شويه، تلاقي نفسك عايز تتغطى وتشغل مروحه، برد وسعة وحرارة في نفس الوقت، حاجة سبحان الله يعني. الحمد لله رب العالمين. ربنا يسعدك يا رب استاذ عبد الله، باشمهندس عبد الله. يبقى احنا بنتبسطر كتير. مش مشكلة بقى، في كورونا شغالة أساسا لوحدها يعني، ربنا يلطف بالجميع. حالات يعني ابتدت تزيد عندنا كتير يعني، في أسيوط وسوهاج كمية كبيرة جدا، وخاصة سوهاج، احنا هنا في بني سويف حالات قليلة لكن ظهرت حالات كتيرة يعني، في ناس كتيرة حتى ناس قريبة لينا تعبت كتير، ناس من أصحابنا القريبين وأخواتي برضو في ناس جالهم. مهندس خالد سلام الف مبروك، الله يبارك فيك يا باشا هندسه، كل سنه وانت طيب. خلف عزيز مبروك الورشه الجديده، الله يبارك فيك يا حبيبي، كل سنه وانت طيب، بارك الله فيكم جميعا. انا حبيت اعمل يعني، انا ما كنتش اطلع بس مباشر لانه حضراتكم انا كنت بروق وكده، فطبعا عشان برص في الشغل يعني، ان معايا لسه معايا وقت، معايا النهارده بكره ان شاء الله. الموضوع يعني معايا انا الموضوع النقل ما بيشغلنيش، موضوع ترتيب قطع الغيار والاماكن اللي انت بتشتغل فيها والعده، لان انا كل حاجه بيبقى لها مكان حافظ مكانها، فطبعا لما بغير من مكان لمكان اكتر نقطه او مشكله بتحصل معايا هي المشكله، مشكله ان انا انقل من مكان لمكان، وترتيب بقى قطع الغيار او العده اللي انت بتشتغل بيها انا بيبقى لها ترتيب معايا في دماغي، يعني مثلا القطعه دي هنا والقطعه دي هنا، لازم المكان الجديد يبقى بنفس الترتيب ونفس الهيئه بالنسبه لقطع الغيار، يعني في اجهزه بفكها وبشيل قطع غيارها، فلما بنقل من مكان اقعد ادور عليها تاني وكده، فترتيب قطع الغيار هو اللي مشكله عندي، وترتيب العده وكده ده اللي بيشغلني شويه لحد ما ببدا اشتغل، باخد وقت يعني. محمد محمود عبد الحميد عوض مبروك الورشه الجديده، الله يبارك فيك هندسه، كل سنه وانت طيب، ربنا يجعلها فتحه خير عليك. علي المصري الله يخليك هندسه، كل سنه وانت طيب، ربنا يبارك فيك. مبروك اخي، اخوك من المغرب حبيب، اهلا وسهلا بك اخ حبيب،
كل عام وانتم بخير. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، انت واهل المغرب الكرام، احبابنا واخواتنا المغاربه. عبد الله، مهندس عبد الله، الحالات متوقع زيادتها نتيجه التعليمات كمان غير عدم الحرص على الناس. ربنا يرفع عنا الوباء والبلاء ويهون علينا مصاعب الدنيا. امين يا رب العالمين يا باشمهندس عبد الله، ربنا يرفع عنا جميعا يا رب العالمين. محمد محمود عبد الحميد، ممكن في شرحك توضح اكتر؟ انت تقصد شرحي يا استاذ محمد، شرحي يعني شرحي في الفيديوهات ولا شرحي ولا دلوقتي يعني؟ انا مش فاهم، ممكن توضح شويه برضه عشان افهم سؤالك اقدر اجاوب عليك. حبيب سليم، مبروك اخوكم المغرب، ربنا يجعلها فتحة خير عليك. طبعا حضراتكم يعني في حاجه بقى، عشان قطع الغيار كلنا يعني لما بنيجي نتخلص من قطع الغيار يعني بتتعبنا، ونبقى عايزين ما نعرفش هنبيع ايه وهنسيب ايه وده وده. طبعا هو بصراحه انا ما يعني بحت كتير، لكن اللي فضل عندي شغالني يعني، يعني زي ما انتم شايفين حضراتكم هي كميه كبيره، وفي حاجات تانيه وفي شاسات تحت وحاجات تانيه، لكن الحاجات دي هتشغلنا ان شاء الله. وانا هبدا بس كده هشوف اللي نافع فيها وهاخده، واللي مش نافع او الحاجات اللي عات عليها الزمن من زمان هاخد المفيد منها وارمي الباقي او ابيع الباقي، مفيش مشكله. لكن هحتفظ بكميه يعني عندي عشان اقدر اشتغل منها، لان في قطع غير انت بتدور عليها ما بتلاقيهاش اساسا، وبتتعب وما بتلاقيهاش قطع غير اصليه. يعني كنت تجيب اي سي باور تشتريه كذا مره وتلاقيه غالي وما بيطلعش عندك اصلي، فلما بتلاقي قطعه قديمه تاخد منها بيبقى افضل يعني. انما طبعا دي في شاشات هنا، الشغل بتاع زباين والشغل بتاعي انا، طبعا بشتري شاشات تقطيع برضه معايا، فدايما بخلي معايا شغل كتير، وفي حاجات انا بشتريها وبركنها معايا. يعني اشتري شغل تقطيع على قد ما تقدر، الشغل ده ينفعك كتير. هنا طبعا في شاشات دي كلها سليمه، دي فيها كلها شغل بانل، انا حضراتكم شايله عشان اشاركه مع حضراتكم، اشارك شغل البانل مع حضراتكم، لان احنا عندنا شغل البانل قليل قوي على القناه. فطبعا انا يعني مخلي مجموعه الشاشات دي حوالي 6 شاشات فيهم شغل بانل، نخليهم علشان نعمل عليهم فيديوهات ونرفعهم علشان حضراتكم تستفادوا ان شاء الله بالفيديوهات بتاعتنا. فانا حضراتكم يعني قطع الغيار هتلاقيها كتير، اللي انت عايزه بقى هتخليه، واللي انت مش عايزه استغنى عنه، بس انصحك حاول تلمهم في اي مكان، لان هم اساسا مش هيجيبوا سعر معاك. يعني هتلم مهما تلم، لو قد كده 3 4 مرات مش هيجيبوا سعر معاك. فانت افضل شيء انك انت تشيلهم، لانك انت هتحتاج ليهم بعد كده. ممكن القطع اللي انت لو بعتهم كلهم بمبلغ 500 جنيه ممكن القطع اللي انت هتحتاجها بعد كده تشتريها في مرتين ثلاثه ب 500 جنيه او على حسب الكميه اللي عندك يعني. فافضل احتفظ بقطع الغيار عندك بحيث تقدر تستفيد بيها بقدر الامكان. ولو حد عنده اسئله ولا حاجه برضو احنا مع بعضنا، لان انا مش هطول في البث النهارده ان شاء الله، يعني ممكن ربع ساعه تاني كده وهنقفل البث النهارده عشان اكمل شغل ان شاء الله باذن الله. انا معاكم شويه كده وبعد كده هنقفل، وهيبقى في يوم تاني ان شاء الله اما اخلص بقى شغل ونرص الشغل عندنا نبدا نتكلم مع حضراتكم ونشارك البث براحتنا. طبعا لسه برص لان بجهز، عايز اشتغل لان دي كام يوم ما اشتغلتش، موضوع النقل وكده، وانا كنت تعبان فتره، فيعتبر انا الشهر ده ما اشتغلتش فيه كتير يعني، حتى انا ما رفعتش فيديوهات كتيره برضو بسبب ان انا ما اشتغلتش بسبب التعب والوقت قليل شويه. وطبعا موضوع كورونا خف الشغل شويه، لان الناس بتنشغل بحالها وربنا يشفي الجميع. واحنا الشغل بتاعنا شغل ثانوي، شغل مش اساسي يعني. الناس ممكن تستغنى، مش هنقول تقدر تستغنى على التلفزيون، هم مش هيقدروا يستغنوا على التلفزيون ولا صفر ولا شاشه دلوقتي، لكن دي كماليات يعني، شغلنا احنا كله كماليات، هو بقى اساسي حاليا في الايام اللي احنا فيها، بس مش اساسي لدرجه 100%. وعلى حسب بقى الاماكن اللي انت فيها، في ناس ظروفها تعبانه في شهر رمضان وبيبقى مواسم وكده، فالناس بيبقى الشغل قليل شويه في الفتره دي، بيبقى قبل رمضان بيبقى في شغل وقبل العيد بيبقى في شغل. مهندس عبد الله، ربنا يبارك فيك يا حبيبي، ربنا يبارك فيك يا مهندس عبد الله، والله
ربنا يعينك وعلى التوضيب، لانها بتكون هذه والله لو محتاجنا نساعدك احنا تحت امرك. الله يخليك يا حبيبي، ربنا يبارك فيك يا رب. الحمد لله، هو الموضوع هنا سهل ان شاء الله، يعني موضوع الترتيب بتاعه هياخد معانا وقت شويه لحد ما نبدا نشتغل، لكن باذن الله يعني خلاص، يعني ان شاء الله بكره كده هنبدا، يعني نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا نشتغل، لان انا دي لي حوالي 10 ايام دلوقتي ما اشتغلتش. فطبعا ان شاء الله باذن الله الواحد يشتغل الشغل، يعني بصراحه يعني موضوع الشغل عندنا، يعني انا لما بشتغلش بحس ان انا ماليش قيمه في الدنيا، يعني حتى لو قعدت فعلا، لو قعدت فتره كده مريح برضو بحس طول ما انا شغال بحس بقيمتي بصراحه يعني. خلف عزوز، منتظر فيديوهاتك المفيده ان شاء الله يا استاذ خلف، ان شاء الله باذن الله انتظرنا اللي جاي افضل ان شاء الله، لكن نرتاح بس بصراحه يعني. هو الموضوع عندي انا يعني ان انا ما عنديش ورشه لوحدي وكده، فطبعا الموضوع صعب عليا. ربنا يعني يزيد الجميع ويدي كل واحد يعني على قد عمله وقد نيته ان شاء الله. فالواحد مستبشر في الله خير، يعني اللي جاي احسن وربنا يوسعها علينا ان شاء الله. يعني انا متفائل باذن الله ربنا يكرمني، ما اعرفش والله هو ده احسن. انا اسف كان في حد بيرن على التليفون، لان انا حاليا ما فيش نت، لسه ما دخلتش نت هنا، فشغال على شبكه المباشر. لو في حد سال اسئله يا شباب في اخر دقيقه كده ممكن يسالها تاني، لان الرساله راحت من على البث المباشر، فلو حد عنده اسئله ممكن يسال تاني. الرسائل كلها اتلغت من على البث المباشر، مش ظاهر قدامي دلوقتي، فلو كان حد سال اسئله ممكن يكتبها تاني ان شاء الله ونجاوب عليه. لا الأسئلة موجودة اهي، خلاص لقيتها يا شباب، رجعت تاني. أم مهاب، وأخيرا من أيام بعتها لفني تاني يصلحها ب 250 جنيه، ما أعرفش هتفصل تاني ولا إيه. والله يا ام مهاب، هو عامه يعني 250 السعر رخيص على تغيير الليدات، لو غير الليدات بس ما اظنش ان هو غير الليدات، ممكن يكون غير شريط بايظ ولا حاجه. فان شاء الله اشتغل عليها، ولو فصل الثاني انا بقول لك شوف صنايعي كويس يغير لك طقم المسار، لان هي لو ما غيرش الليدات الفني الثاني ده هتفصل معاكي ثاني، ممكن يبقى في مشكله عندك في الليدات في الرحشه اللي انت بتتكلمي عليها دي. محمد ابراهيم، عندي شاشه 32 بوصه فاصله بيانات، ومره تجيب شرايط. والله استاذ محمد، يا باشمهندس محمد فك الشاشه، طالما الشاشه بتجيب شرايط وبتظهر عندك بيانات كده، دي تعتبر بيانات. حاول تتحسس الكوفات اللي عندك، الكوفات اللي تحت دي شوف فيها سلب، تسخن فيها جامد سخونه غير الطبيعيه كده، ممكن عندك شورت في الكوفات او المسطره عندك برضو، ممكن يبقى في مشكله عندك في الايسيات اللي موجوده في المسطره، مشكله في المعالج، مشكلة في اسيد دي سيكو، في بورد ناقصة، فأشوف في سخونة عندك ممكن تكون السبب في كده. طالما الأد بيظهر ويختفي كده بيبقى في قطعة بتسخن أو فيها مشكلة، فأنت راجع على الكوفات كويس، يعني الكوفات تحسسها كلها وشوفها كده شغالة مفيش سخونة فيها كتير كده، بقى ابدأ افحص المسطرة بقى. وفي فيديوهات عندنا على القناة ممكن تبدأ تشوف طريقة فحص المسطرة أو تطبق الأعطال، أي فيديو موجود على القناة هتلاقيه مكتوب عليه عطل بيانات، ادخل عليها هيشرح لك ازاي تقدر تتبع العطل، عطل البيانات في الشاشات اللي هي ال 32 او شغل الشاشات عامه. ما كملناش كلامنا محمد محمود، المشكله في هذه المهنه خصوصا مصر وفي الكره، والزبون بيجيب الجهاز ويتركه بعد 10 سنين. هو فعلا يا استاذ محمد، الزبون بتاع الارياف صعب بصراحه، يعني الزبون بتاع البندر ممكن يجيب الجهاز ممكن ما يسالش عليه خالص، او ممكن لو جالك يسالك عليه بعد كده تقول له الجهاز خلاص انت جاي بعد فتره كبيره وبتسال عليه، ممكن خلاص هتقبل الوضع. انما زبون الارياف بتبقى الحاجه عنده، ممكن يبقى الجهاز عنده يعني جهاز ما يساويش 2 جنيه تعبان، ما يبيعوش بتاع الكل ده ب 3 جنيه ويعمل لك عليه مشكله ويقول لك عايز جهاز جديد. يعني انا زبون جالي بعد 8 سنين، يعني كنت شغال في الكاسيت 8 سنين، وجالي على جهاز كاسيت كان تسجيل كده، جالي عليه 8 سنين،
جالي سألني عليه بعد 8 سنين. الجهاز كانت السماعات بتاعته محروقه والحركه بتاعته والمواتير وكل حاجه كانت فيه تلفه، كان جهاز خرده. لكن الحمد لله رب العالمين انا بعمل حساب الناس دي انها هتوقعك في 8 سنين. والله كنت رميه عندي، شلت عندي. بعد 8 سنين جه سأل عليه وكان عامل هتنعمل مشكله فعلا، رحت رماه له قلت له خد الجهاز بتاعك وانت جاي بعد 8 سنين. بس كويس موجود عندي انا عادي، ما كان كنت اقول له ما اعرفكش عادي، لان 8 سنين برضه مش مسؤول منه. بس يعني شوف شوف قد ايه فتره كبيره يعني. فزبوني اجاب حمص مني النهارده الصراحه. لا ان شاء الله باذن الله. انا موضوع الاجهزه وان الاجهزه تقعد وكده تاني، لا انا الزبون ان شاء الله باذن الله هيبقى اخري شهر مع الزبون. الزبون ما جاش استلم جهازه خلصت على كده. انا كده كده لكل جهاز يعني هعمل ان شاء الله باذن الله ورق كده، هيبقى فيه هدي للزبون ورقه وتبقى عندي ورقه، يعني ان انا تعهد كده ان الزبون في خلال ما استلمش جهازه في خلال مثلا مده التصليح اللي احنا اتفقنا عليها معاه شهر، لو ما جاش استلم جهازه سواء جهازه سليم او جهازه تالف ما يسألنيش على جهازه، والورقة دي هخلي العميل يمضي عليها عندي انا، يبقى عندي نسخة وهو معاه نسخة. ده طبيعي علشان بعد كده وهعمل ورق كده واعلقه بحيث الزبون يخش يقرا برضه عشان ابقى بريء منه لما اجي المحل لو استرفت في جهاز. انا ما بقدرش استرف اجهزة الناس مش عشان الناس، مش عشان هو يجي يتكلم معايا. لو جالي بعد 3 سنين ولا 4 سنين ولا سنتين اقول له مالكش اجهزة عندي، محدش هيغلطني. لان سنتين يجي لي بعد على جهاز ليه؟ طالما جهازك ما صلحش ما جيتش خدته ليه؟ فانا بقى عشان برضو دي امانه عندي انا، فانا ما بقدرش اتصرف فيها. تبقى الحاجه موجوده عندي وبحتاج منها، ابقى عايز اخد منها حاجات والحاجه دي اللي ستها 4 سنين مش عارف اتصرف فيها، ويجي الزبون يسالك عليها، فانا ما بقدرش اخد حاجه عشان دي امانه. فغصب عني بيبقى الجهاز محطوط جنبيا. فانا ان شاء الله هعمل كده، يعني الزبون اخر شهر معايا، بعد كده ليا الحق ان انا اتصرف في الجهاز بتاعه كما اشاء. هبقى بريء ذمتي وضمير قدام ربنا، وفي نفس الوقت الشق القانوني هبقى انا بريء منه. لما يجي الزبون كده يتحط باتش على التلفزيون بتاعه والشاشه بتاعته ان انت معاك شهر ما استلمت جهازك سواء تلف او متصلح، يبقى انت كده مالكش عندي اجهزه، ويبقى في ورقه معايا بنفس الوضع كده. يعني ضمان ان هو سلمني الجهاز وضمان ان هو مش عندي حاجه بعد ما عدى شهر معايا. محمد ابراهيم الله يبارك فيك يا باشمهندس، الله يبارك فيك يا مهندس محمد، كل سنه طيب. محمد محمود لو تتذكر تلفزيون اسود نشر من 17 سنه جاء الزبون اول امس وعايز التلفزيون، كنت ليه مشكله، ليه مشكله كبيره ثلاث ايام عايز التلفزيون من 17 سنه. عايز التلفزيون قول له يا باشا شد له قطع غيار 17 سنه. انا بعمل كده والله، التلفزيونات القديمه والحاجات دي بقابل اصحابها اقول له التلفزيون هتيجي تاخده ولا اقطعه؟ قال لي هاجي اخده خلاص، قال لي هبيعه وبشتريه منه، اقطعه خلاص اقطعه ما يسالنيش عليه بعد كده. فانت اشرط على الزبون، والزبون اللي عنده حاجه حاجته وفاكر ان ليه حاجه كلمه وقول له وعرفه، الزبون القريب يعني. ام مهاب على فكره ابو دنيا المهم المهنه بتاعتكم دي اكتر مهنه ما فيهاش ضمير الا ما رحم ربي. طبعا كل المهن ما يعني بصي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك من عمل احد اذا عمل احدكم عملا فليتقنه. فموضوع الضمير، الضمير ده في كل الصناعات يعني مش عندنا احنا بس، يعني حتى الراجل الفران اللي بيعمل عيش برضه الضمير بيفرق مع يعني من اصغر شخص لحد اكبر شخص. فالضمير في كل الصناعات مش عندنا احنا بس. وموضوع الضمير ده في ناس كتير ما عندهاش ضمير في جميع الصناعات وجميع المهن، لكن عندنا الصناعات عامه الصناعات الفنيه كلها، سواء انت كنت سواء ميكانيكي سواء فن تلفزيون، فن رسيفر، فن دش، فن ده الغش كتير. وخاصه الايام دي الناس بقى طمعانه في الحرام وفاكر ان الغش حالها يغنيها. في فنيين للاسف ما بيفهموش حاجه وبيحاولوا يصلحوا خلاص بيتلفوا اجهزه الغير، دي مشكله. وفي فنيين فاهمين لكن بياخد حساب التصليح كامل من الزبون وبيصلح قطع قديمه وهو متفق على جديد، ده كده بياكل مال حرام مش هيغنيه لا هو ولا عياله، وبيرجع تاني يخش في مشاكل وسمعاته بتبوظ وما بيستمرش كتير. دي حاجه احنا مجربينها وعارفينها. وبعدين المسمار اللي هتاخده من الزبون ربنا يحاسبك عليه.
فيعني كل واحد بقى ضميره، ودي حاجه بترجع للشخص نفسه وتربيته، واذا كان اهله ولا والديه ربوه على الحلال او ربوه على الحرام، زي ما بيتعود بيطلع يبقى بطبيعته ياكل حرام يبقى مفتوح للحرام. واحنا شغلنا بصراحه يعني الناس اللي يعني لو هتلتفت للحرام فيها هتلاقيه كتير جدا، وممكن تضحك على الزبون تاخد منه فلوس كتيره جدا وتوفر نفسك كتير، بس للاسف ما ينفعكش. اللي ممكن توفره من هنا تروح تلاقي ابنك تعبان، زوجتك تعبانه، هتلاقي نفسك في مشاكل وتعب ماله اول من اخر. فبنصح كل الناس اللي شغاله في الصنعه دي او في اي صنعه تراعي ضميرها بما يرضي الله وتاكل حلال، لان الحرام لا يدوم واذا دام لا ينفع. وربنا يصلح حالنا جميعا يا رب العالمين. محمد محمود، اتمنى لك التوفيق والنجاح، وكل عام وانتم بخير جميعا، ربنا يشفي كل مريض، امين يا رب العالمين. اشكرك هندسه، كل عام وانتم بخير. ممدوح اليمني بالتوفيق ان شاء الله، ربنا يوفقنا ويوفقك يا مهندس ممدوح، كل عام وانتم بخير واهل اليمن كلهم بخير. ما اعرفش ممدوح اليمني ده كينيا لبلدك ولا اسمك، لكن تقريبا اكيد يعني طالما ممدوح اليمني اكيد من اليمن ان شاء الله يعني، او من مصر او من اي مكان في العالم. كل سنه وانت طيب واهلك وبلدك كلهم بخير ان شاء الله. اهلا وسهلا باشمهندس ممدوح بيك وبكل اهل مصر الكرام. اخونا ممدوح من مصر، اهلا بيك حبيبي، انت متابعنا على طول وعارفك يعني. مهندس سليمان المغربي، اتمنى لك التوفيق، ليله سعيده، ربنا يوفقنا ويوفقك يا مهندس سليمان، كل سنه طيب. وكده ان شاء الله باذن الله شباب هننهي الفيديو بتاعنا ان شاء الله، ولينا فيديو ان شاء الله باذن الله ممكن يشارك معنا فيديو، وان شاء الله هشارككم الفيديو باذن الله. نشوف لو في حد تاني سأل أسئلة نجاوب عليها قبل ما نقفل. أنا ليه بقول إن المهنة دي فيها؟ لأن أكتر واحد عانيت من الموضوع ده، عندي أربع مرات عمود بيصلحوا ويشتغلوا يومين ويفصلوا في الآخر بعد كل الفيديو بتاع كله. والله أما هبقى أقول لك على حاجة، مراوح المراوح اللي هي العمود دي الصيني ما تصلحهاش، ما تصلحهاش ما بتشتغلش، هتصلحها يومين ثلاثة وأسبوع وهتطلع تتلف معاك. لو وديتها عند فني خليه يغير لك الموتور بتاعها على طول، الموتور مش غالي، هتلف على حسب يعني. بيطلع من 150 جنيه ولا حاجه يعني. صلح غير الموتور على طول، لان المروحه معروف الموتور بتاعها ما بيقعدش سنتين عن تجربه يعني. هتجيبي موتور جديد هيقعد معاكي سنتين برضه، بس مش مشكله يعني لو دفعت مبلغ 150 ولا حاجه في موتور يقعد معاكي سنتين او ثلاثه، لان دي المروحه الصيني. فالمروحه الصيني التعديل في الموتور بتاعها ما بينفعش عن تجربه يعني، لان هي معظمها بتبقى شغاله وتلاقيها قفشت، المروحه تلف بالراحه ما تشتغلش او تزن، فكل ده بيسبب في مشاكل ما المراوح ما تشتغلش تاني بطبيعتها. فانصحك ما تصلحش المراوح دي او تصلحها خليه يغير الموتور كامل. عبد الله، ابو عبد الله، عبد الله، محل مبارك وفتحه رزق وسعاده يا رب العالمين. اشكرك يا حبيبي، كل عام وانتم بخير، ربنا يفتحها عليك وعلينا يا رب العالمين. وكده استاذنكم بقى يا شباب علشان معايا شغل، بس هكمل الشغل. انا حبيت ما كنتش اطلع بس مباشر، لان انا كنت مشغول في ان انا ارتب المكان ولسه ما رتبتوش، فعلشان بس ما اضيعش وقت، لان انتوا عارفين اللاير، احاول اخد ساعه وساعتين كده اكمل فيهم ترتيب المكان عشان نبدا نشتغل ان شاء الله باذن الله. والله ما بقى انا مش هكذب عليك، افضل مراوح سقف يعني هتلاقي توشيبا دي اللي مشهوره يعني، توشيبا كويسه. وفي المراوح الصيني، المراوح الصيني بتشتغل كويس برده ما فيهاش مشكله، ارخص بنص السعر واقل كمان، وبتشتغل كويس ما فيهاش مشكله، بتشتغل معاك فتره كبيره، ممكن تشتغل معاك اربع سنين خمس سنين. سالم، سالم رحيم، الله يسهل لك، الله يسهل رزقك، ربنا يسهل ويسهل لك رب العالمين. ما معظم ملفات الصيني ما سلك الومنيوم يا الصيني يعني، على قد كده كويسه وشغاله، بس احنا بنتكلم في السعر وكده يعني. فلو في حد عنده فكره عن المراوح، لان انا موضوع السقف ده يعني ما بشتغلش فيه كتير، فما عنديش فكره عنه يعني، لكن وانا نعرف ان التوشيبه كويسه يعني، او الشات اللي هي التوشيبه. فلو حد عنده فكره عن المراوح الكويسه ممكن يفيدها ويكتب لها في التعليقات يعني.
كده استاذنكم وهنترككم في رعاية الله، علشان طبعا هم اكمل شغلي، وان شاء الله باذن الله لينا لقاء تاني هيبقى افضل من كده يعني، لان الواحد مش مستمتع برضه في المكان وكده لسه بيظبط فيه. وان شاء الله باذن الله لينا لقاء تاني باذن الله، انتظرونا. وما تنسوش قبل ما نختم كلامنا كل الناس اللي معانا تصلي وتسلم وتبارك على حبيب الخلق سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدنا محمد في الاولين والاخرين والملأ الاعلى الى يوم الدين. ونترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في رعايه الله.